احنا ان شاء الله اخوه واهل ونزل واحد، هي مسحه خاطر مع العناوين، مع حب المقامات. انا بدي العناوين، انا بدي كلها على شيء سبحان الله قدر الله ولطف. اجى القدر مصدقين، هل هي الجاني مصدق والله دفع عنا هالقدر هذا؟ والحمد لله والشكر. هو تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اصلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه والصيام. والحديث الطيب موجود، وانتم ان شاء الله من اهل الطيب وذكركم طيب الطرفين. بالنسبه لاخوالي اللي هم قال ابو خلص بدير، قال بدير، قال بدير مصدر الطيب منهم. وان بنفس الموقف انا شرح لي خالي ابو علي قال لي ادوا المعروف بنفس اللحظه، لا اكو كذا ولا لغات ولا اللي جاي، والحمد لله والشكر اجت يعني قدر الله ولطف. يعني لولا مثلا حسابات وحسابات الانسان الاخر لكان يصير قدر اكبر من هذا، بس الله دفعها باقل الاضرار. يعني هذا اللي عندي. السيد اذا عنده اضافه اخواننا واعزائنا عناويننا، والحمد لله والشكر. وما يكون الا خاطركم طيب وحاضرين. انت الله يسلمك. احنا معروف.